وفي أخبارنا الاقتصادية، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الوثيقة 500 دولار فقط، وذلك كقسط وحيد مع إمكانية دفع أقساط إضافية بحد أدنى 50 دولارا للمرة الواحدة. تأتي الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين. المزايا الوثيقة نفسها إن الوثيقة دي بتقدم معاش تكميلي في صورة دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق أو دفعات مضمونة شهرية لمدة 10 سنين أو 15 سنة بناء على رغبة العميل. الحاجة الثانية إن الوثيقة دي ملهاش أقساط دورية، فالعميل معلوش إلزام إن هو يدفع أقساط جديدة في مواعيد محددة، لكن بيبقى العميل قادر إن هو يحدد برغبته المبالغ اللي هو يحب يدفعها والتوقيت اللي هو يقدر يدفعه فيها.